بطبيعة الحال تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، كما كتعرفوا سيدنا الله ينصره كيشجع المرأة وبغى المرأة أنه تلتحق بالمجال السياسي، ففكرنا أننا نديروا لائحة نسائية 100%، وعرفنا راسنا بأنه غادي نشتغلوا عليها مزيان ونتحدوا مع بعضياتنا ونعطيوا الكلمة فيها. الفكرة كانت الفكرة من طرف المنسق ديالنا، والفكرة حيت كان كيشوفنا كيفاش كنشتغلوا في جمعية نساء مراكش، كنا متحدين ولله الحمد وكنا كنشتغلوا مع بعضياتنا، فقال لنا لما لا أنكم تديروا لائحة نسائية 100% تقدر تعطي النتيجة ديالها 100%. بطبيعة الحال الحزب ساندنا وشجعنا، وضروري خدينا تشاورات مع القيادات الحزبية ديالنا وقالوا لنا لما لا واشتغلنا. ما غاديش تعتبر حمله انتخابيه كيفنا كيف جميع الاحزاب انهم كيعلنوا على اي لائحه. حنا اعلنا على اللائحه ديالنا النسائيه 100%، حنا ما كناش اعلنا عليها شحال هادي، حتى كملنا اللائحه ديالنا وحطينا الترشيح ديالنا وحنا نعلنوا عليها، والحمد لله كما كتشوفوا كما كتعرفوا ان عطات واحد الاشعاع اللي هو كبير على الصعيد الوطني. طبيعه الحال لما لا، وكما كتشوفوا كاينين قيادات من جميع القيادات الحزبيه انهم كاينين نساء اللي عطاو الكثير واشتغلوا، ومنهم نساء عندنا في مدينة مراكش، وإن شاء الله كنطمحوا أكثر في هاد النساء اللي إحنا معانا حتى هما يتخذوا القرارات في المجالات السياسية. لما لا تنتمنوا امرأة تكون على رئاسة الحكومة، وإحنا على يقين أنه غادي تعطي الكثير في رئاسة الحكومة. رسالتي للمرأة المغربية كنشجعها تنقول لها كيف كتشتغلي في دارك وكتشتغلي على أي مجال عندك، راه تقدري تشتغلي السياسة، لأنه السياسة حنا كنمارسوها على مع وليداتنا مع الحياة اليومية ديالنا، لما لا تنتي أنك تلتحقي بالسياسة. وسيدنا كيشجع المرأة الله ينصره، وحنا رهنا إشارة سيدنا، وكنتمنى يزيدوا يلتحقوا بنا نساء أخريات اللي حنا محتاجينهم يكونوا معنا ويدعمونا ويساندونا. وحنا من هذا المنبر كنقول لهم شجعوا هذه اللائحه النسائيه، راه غادي تعطي الكثير وغادي يبان لكم النتيجه ان شاء الله نهار 8.